بشار يا حزب الله، هاي بضاعتكم ردت اليكم. الله اكبر. مشاهدي قناة الجسر الفضائية، نحن الآن على الخطوط الأمامية مع كتائب الثوار على جبهة المغير وبلدة كفرنبودة. تقوم الآن كتائب الثوار باستهداف أماكن تمركز قوات النظام التي تحاول التقدم باتجاه منطقة تلة الصخر الواقعة إلى الجنوب من بلدة كفرنبودة بريف حماة الغربي. أخي، حدثنا عن آخر التطورات على هي الجبهة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله ضحوك القتال. تم هذا النظام الروسي والنظام الأسدي وميليشيات حزب الله التقدم على قرية الهبيط، وقمنا له بالمرصاد بإذن الله عز وجل، وقمنا بمرحلة تقدمه إلى مرحلة هجوم له، وخسرنا خسائر كادحة الحمد لله، وتم القتلى بالعشرات الحمد لله، واغتنمنا بعض الأسلحة والذخائر منه. طيب، أماكن تمركز قوات النظام وين موجودة حاليا؟ حاليا عم يتمهد على الصخر، وهو يتقدم باتجاه الصخر باتجاه الهبيط، ونحن له بالمرصاد باذن الله عز وجل. طيب، كيف معنوياتكم انتم المجاهدين؟ مكيفين الحمد لله، والله مكيفين عليه. هو تقدم، هو اخترق الهدنه وتقدم، ونحن مكيفين الحمد لله، لانه مو متعودين نقعد نحن. محمود كم كعك؟ 30. أكبر. الله أكبر يا نار، الله أكبر يا نار. هاي بضاعتك يا بشار، هاي بضاعتك. بإذن الله بتكون بركان إلك. بإذن الله، بإذن الله. إلك ولحزب الله وللروس. هؤلاء الروس لاتوا على سوريا بإذن الله يرجعوا بالروس.